احنا سمعنا ان في جزء اتهدم من الجدار بتاع السفاره، فالناس اتحمست وقررت انها تيجي تساعد في هدم بقى الجدار وجدار العار ده. الشرطه طبعا على عدوا اللي دخل في الشارع ده. انا عاوز اجازه. وتاني حاجه في اللي واخد اجازه حاجات عاديه بتاعتهم بتاعتهم. احنا جينا بنكسر سور بتاع اللي هو بتاع اسرائيل، بس لقينا عالم مش تمام جايه عايز تكسر مرور ويسرقوا الحاجات اللي فيه. واحنا قاعدين في بلدنا احنا بنطالب الجيش وبنطالب الشرطه وبنطالب الداخليه وبنطالب اي مسؤول في البلد. احنا مش عايزين صهاينه، مش عاوزين سفاره اسرائيليه. يسقط يسقط حكم العسكر. الامن المركزي جاي هنا فنخش علينا. احنا كنا واقفين ورا، هم عايزين نظام الجيش يخش من هنا واحنا نتحاسب من النص. طبعا جماهير الاهلي جت، فطبعا الامن المركزي لما جم عليهم عايز يخوفهم طبعا هم هجموا عليه. فطبعا الامن المركزي طلع بقى يجري وبتاع، في الناس فضلت تحدف على الطوب على العربيات، فالعربيه ولعت هناك كده. نعلمهم لو كانوا نسوا نفكرهم مش عيب.